هاي. بيصدر على الإنسان عدد من الإيماءات والإيحاءات بشكل يومي من دون ما يعرف معناها، أبعادها أو تأثيراتها النفسية، يلي بحسب علم النفس بفوق تأثير الكلمات بخمس مرات. فرك أصابع الإيد مثلاً هو دلالة على عدم الراحة والارتباك. لمس الأذن أو حكة دلالة على تشكيك المستمع بكلام المتحدث، وحك الأذن أو الأنف أو الدقن خلال الحديث مع أول عبارة فهمت عليك بتدل على عدم الفهم. تشابك الإيدين وتباطؤ حركة العينين بيدل على ملل المستمع أو على عدم الموافقة. فتح الإيدين بيدل على الصدق والخضوع. رفع الرأس عند المشي علامة بتدل على قوة الشخصية والثقة بالنفس. مين قال إنه وضع الإيد على الرقبة خلال الحوار دليل على الاقتناع بالرأي الآخر وبدء التخلي عن الموقف السابق؟ أنا قال. شوفكم بكره.